أبدت وزارة الصحة استعدادها التام لسباقات الفورمولا 1 المزمع إقامته في الفترة من الأول إلى الثالث من أبريل المقبل، وذلك من خلال الخدمات الطبية التي ستقدمها في حلبة البحرين الدولية. الدكتورة عائشة مبارك بوعنق وكيل وزارة الصحة قامت بزيارة تفقدية للفريق الطبي المعتمد بحلبة سباقات الفورمولا 1، حيث اطلعت على غرفة التحكم الرئيسية بالحلبة والتقت بالشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي للحلبة، وعبرت عن مدى إعجابها بالتنظيم والترتيب والاستعدادات التي تسير على قدم وساق قبل انطلاق هذا الحدث الهام، والتسهيلات التي تقدم للفرق الطبية داخل حلبة البحرين الدولية، كما اطلعت على المركز الطبي الدائم في حلبة البحرين الدولية والذي تقوم وزارة الصحة بتشغيله وتأمين معداته الطبية وأجهزته طوال السنوات الماضية. وقامت بزيارة الفرق الطبية بالعيادات المخصصة لزوار الحلبة والبالغ عددها 10 عيادات طبية موزعة على الحلبة، وكذلك مواقع فرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف التي خصصت في مضمار حلبة السباق، حيث تأكدت من جاهزية الفريق لهذا الحدث الهام والتقت بأعضاء اللجنة الدولية الطبية الدائمة. وحول هذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتور أسامة عواد نائب رئيس الفريق الطبي للفورمولا 1. مساء الخير دكتور. يا هلا، مساء الخير ومساء النور والناس عليكم وعلى المستمعين ومشاهدينا الكرام. الله يمسك بالخير دكتور. بداية، يعني ما حجم الطاقم الطبي والتخصصات الموجودة فيه، يعني لو تطلعنا على استعداداتكم في هذا المجال؟ هي بداية أنا حبيت يعني أوجه شكر لجميع القائمين في إدارة الجنة البحرين والقائمين في وزارة الصحة طبعا على تسهيلاتهم ومساعدتهم لنا في تقديم الخدمة الطبية المتميزة إن شاء الله. نعم. الله يسلمك. إحنا عندنا الفرق الطبية أكثر متنوعة، ففي فرق طبية إسعافية اللي هي عبارة عن سيارات الإسعاف وطواقم الإسعاف، وفي فرق تدخل سريع تقريبا 6 فرق موجود على طول الحلبة، وفي عندنا 3 فرق إنقاذ أو استنقاذ أو استخراج الساقين إذا لا سمح الله حصل حادث، وفي الفرق الطبية الراجلة أو المشاة اللي هي متواجدين في أماكن قد يصعب الوصول لها بالسيارات العادية. نعم. وفي عندنا طبعا المركز الطبي الدائم الموجود في حلبة البحرين الدولية، ويضم تخصصات، طبعا تخصصات هاي بحسب مواصفات ومتطلبات الاتحاد الدولي للسيارات واللجنة الطبية التابعة للاتحاد الدولي للسيارات. هذه التخصصات تشمل جراحة الإصابات والجراحة العامة، جراحة الدماغ والأعصاب، جراحة العظام والكسور، وجراحة الحروق، وبعدين في بعض السيارات فيها النوع تولد الكهرباء، ففي بعد أخصائي قلب متواجدين، بالإضافة طبعا أطباء الطوارئ ومرضات الطوارئ وطواقم مدربة على الحالات الطارئة والإصابات. نعم. طيب دكتور، لو نتحدث عن حجم الطواقم الطبية، يعني العدد الموجود والمخصص الذي تم رصده لهذا السباق. إن شاء الله. وإحنا تقريبا العدد ما يقارب 200 شخص بين طبيب ومسعف وطواقم تمريض وطواقم إسعافية، معظمهم من وزارة الصحة. نعم. وهي شيء تشكر عليه وزارة الصحة ويشكر على الدعم اللي قدموا للفعالية الوطنية العظيمة هذه، بالإضافة إلى أن نستعين بعض الطواقم الطبية من قوة دفاع البحرين المستشفى العسكري، بالإضافة إلى الطاقم الإخلاء الطبي الجوي اللي هو بعد يعتبر من متطلبات إجراء السباق هذا. نعم. فهم تقريبا 200 شخص يعني موجودين إن شاء الله. نعم دكتور. مستعدين. نعم. نتمنى لكم التوفيق. دكتور أسامة عواد نائب رئيس الفريق الطبي للفورمولا 1، شكرا جزيلا لك. شكرا.